الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أكد عضو لجنة الزراعة والأهوار النيابية ثائر الجبوري تراجع العراق بإنتاج التمور نتيجة لشح المياه، وقال الجبوري إن البلاد سجلت تراجعا في إنتاج التمور وعدد النخيل وزراعة النخيل في البلاد مرهونة بوجود الوفرة المائية، مضيفا أن محافظة كربلاء تعتمد طريقة الري بالتنقيط وقد تشمل المساحات الصحراوية في أقصى المحافظة، داعيا إلى استخدام هذه التجربة في ظل أزمة الجفاف التي يعانيها العراق. قال الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى إن نصف مليون دونم من الأراضي الخصبة في ديالى مهددة بسبب الجفاف. وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى راد التميمي إن خطة الاستزراع الشتوي في المحافظة التي تشمل أكثر من نصف مليون دونم من الأراضي الخصبة يحسم مصيرها ثلاث عوامل مهمة، أبرزها مدى توفير المياه بشكل مباشر. وأضاف التميمي أن الخطة سيتحدد مصيرها بين شهري تشرين الأول والثاني المقبلين، سواء في تأجيلها أو تحديد المناطق المشمولة، وخاصة وأن حجم الخزين المائي في مناطق ديالى لا يزال مثيرا للقلق. سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وقال مصدر مالي إن أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,500 دينار لكل 100 دولار. وسجلت أسعار الصرف ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بلغ ذروته ليصل إلى 160 ألفاً مقابل كل 100 دولار أمريكي في أسواق وصيرفات العاصمة بغداد والمحافظات، على إثر عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 14 مصرفاً عراقياً. ارتفعت أسعار خامي البصر الثقيل والمتوسط لتتجاوز 85 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصر الثقيل 41 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و74 سنتا، وانخفضت أسعار خام البصر المتوسط 41 سنتا ليصل إلى 85 دولارا و79 سنتا. وجاء ارتفاع أسعار النفط مع شحة المعروض بفعل تخفيضات دول أوبك مع انخفاض مخزونات النفط الأمريكية. أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1,200,000,000 دولار بهدف سد عجز موازنة الحكومة ودعم مجلس القيادة الرئاسي. وقالت الوكالة إن هذا الدعم يأتي انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها ودعما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني. ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسببت فيها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.